عالسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة أحمد بن عطية. الأكيد أنه برشا من الشباب بعد ما يكملوا دراستهم الثانوية في البلدان متاعهم فإنهم يبدأوا بالبحث عن فرص للدراسة في الخارج، لكن المشكل أنه صعيب شوية باش تلقى الفرص هذية، وهذاك علاش خلال الفيديو اللي باش تشوفوها اليوم باش نحاول نعطيكم أفضل زوز مصادر تنجموا تشوفوا فيهم منح الدراسة في الخارج، منها منح ممولة كليا واللي تنجموا تعمروا الابليكيشن متاحة وعلاش لا ان شاء الله تتقبلوا فيها. خليكم تفرجوا في الفيديو، وقبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كالعادة الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك، ونخليكم مع الفيديو. المواقع اللي باش نحكيو عليها اليوم، باش نبداو بالموقع الاول اللي هو موقع يوث اوب. موقع يوث اوب هو احد المواقع اللي تنجموا تلقاو فيها جميع انواع الفرص اللي تنجموا تتخيلوها. من بين الفرص اللي موجوده فيه فما الفرص نتاع سكولرشيبس او المنح الجامعيه، فما الفرص اللي تمكنكم كذلك من السفر لحضور بعض الاجتماعات او بعض التظاهرات العالمية، في زادة كيف كيف العديد من الفرص لبرامج المبادلة، مثلا برامج اللي تصير مبادلة مثلا بين تونس ومصر، ولا تونس وكندا، ولا تونس وفرنسا، وغيرها من البرامج هذه اللي موجودة والمتعلقة بجميع الدول، وغيرها من الفرص اللي قاعدين تشوفوا فيهم واللي موجودين لهنا. باش نمشيو مباشرة للي حاجتنا به واللي هما المنح الدراسية، نضغطو على scholarships، نجمو تضغطو عليها لهنا وإلا لهنا كيما تحبو انتم. خلينا نضغطو لهنا. كيما باش نشوفو مع بعضنا، يوجد العديد 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 من المنح الدراسية حاليا، وإحنا تو في شهر أكتوبر، يعني عموما المنح الدراسية ما تكونش ما يتمش فتحها توا، وبالرغم من هذا فما حاليا 59 فرصة للدراسة وأغلبها ممولة بالكامل. تو كيما باش نشوفه مع بعضنا، تو تروا كيفاش انه فما العديد من المنح الدراسية الممولة بالكامل. به ناخذ مثال هذايا ماستر كارد فاونديشن سكولرز بروجرام اللي باش يكون بين سنة 2021 و 2022 في جامعة إدنبرا في بريطانيا أو في المملكة المتحدة. نضغط عليها. كيف باش تدخل لهنا تلقى جميع المعلومات اللي أنت تستحق لها. مثلا المنحة هذه هي منحة ممولة بالكامل وتقبل will provide postgraduate scholarships of tremendous learning. لهنا هذه منحة مخصصة للطلبة من قارة افريقيا، ويعطيك عموما هو يعطيك حتى قائمة في الدول الموجودة، يعني اقراو لهنا الكريتير وإلا المواصفات اللي هما طالبينها. مثلا لهنا البلدان اللي عندها الحق تكون موجودة في سكولرشيب هذية هي دول الصحراء الأفريقية. إذا كان ما لقيتش الدولة متاعك تولي من غير ما تعمر من الأول، يعني من الأول شوف هل الدولة متاعك موجودة وإلا لا. مثلا ما لقيناش الدولة متاعنا في سكولرشيب هذية، نجي ونشوف سكولرشيب هذية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، فول سكولرشيب زادة كيف كيف. نجي ونشوف الاختصاصات اللي موجودة، تشوف لهنا المميزات شنية، شنو اللي موجود، تشوف لهنا شروط القبول، وهذا كما تشوفوا مفتوحة لجميع الطلاب من جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية بالطبيعة. نجموا لهنا تعمروا، يعطيكم الابليكيشن بروسيس شنو، يعطيكم حتى الروابط اللي تنجموا تدخلوا لها، وقداش بقى بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا يعمروا في الابليكيشن متاع الجامعة هذية. مازال 37 يوم. هذا مثال صغير.
تنجموا تشوفوا زادة كيف كيف العديد من الجامعات الأخرى، فما هارفارد، فما الكثير والكثير من الجامعات، كل واحدة تلقاو قداش مازال هنا من يوم باش تنجموا تعمروا الابليكيشن متاحة وتشوفوا وتكتشفوا. كما قلنا فما برشا opportunities أخرين، فما حتى فرص بالنسبة للأشخاص اللي حبوا يعملوا سميوا احنا في تونس دي ستاج، اللي هي فرصة متاع عمل وقت الدراسة، موجودين زادة كيف كيف العديد من الفرص. وتدخلوا تشوفوا الموقع هذا، معناه نفضل انكم تدخلوا له على الاقل مرة في الاسبوع، مرة في الاسبوع باش تشوف فماشي فرص، فماشي حاجات جديدة تنجم تستغلها. هذا بالنسبة للموقع الأول، الموقع اسمه youthop.com. الموقع الثاني Opportunity Desk. Opportunity Desk ما يبعدش برشا على موقع youthop. ديجا باش كيما باش نشوفه مع بعضنا، فما العديد من الفرص اللي موجودة في زوز مواقع، تلقاهم موجودين في زوز مواقع لأنهم تقريبا أكبر زوز مواقع في البحث عن المنح الدراسية وغيرها من الفرص الأخرى للشباب. كما تشوفوا لهنا فما زادة كيف كيف scholarships، تدخلوا لهم وتشوفوا البرامج الموجودة، البرامج الموجودة عندهم، تلقوا العديد والعديد جدا من البرامج. كالعادة تلوجوا، تدخلوا تلوجوا على الدولة متاعكم، هذا مثلا يهم علوم البحار والبيولوجي كما قاعدين تشوفوا، تلقاو لهنا زادة كيف كيف شنو المواصفات المطلوبة في الشخص وشنو الدول اللي يحبوا ياخذوا منها زادة كيف كيف أشخاص. دونك تدخلوا تلوجوا وتشوفوا، أكيد باش تلقاو برشا برشا من الفرص اللي تنجموا تكونوا موجودين فيها. لوجوا كالعادة انتم على الفرص، إذا كان شخص يحب حاجة تكون ممولة بالكامل ولا حاجة تكون ممولة جزئيا، ديما يقعد الاختيار لكم انتم. تنجموا تلوجوا زادة كيف كيف على المسابقات الكومبيتيشنز، وإلا حتى فرص متاع عمل أو فرص متاع تطوع موجودة في المواقع هذوما. هذايا تلخيص كان للمواقع اللي كما قلت إن شاء الله تعاونكم في الحصول على منح دراسية. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، إن شاء الله حظ موفق لكم الناس الكل في حياتكم وفي دراستكم. نخليكم توا، وما تنساوش كالعادة قبل ما تسكروا الفيديو تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على زر لايك. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقى لي كامش نقول لكم إلى اللقاء.